اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا الهي حي. يسر لنا اليوم ان يكون معانا جناب الاسيس زكي جورج. الله يخليك يا حبيبي، شكرا. الاسيس زكي النهارده هيكلمنا عن الحرب الروحيه وكيف نتعامل مع الحروب اللي بتقابلنا في حياتنا. امين امين. هو بس الأسيس، الحرب بتاعتنا المسيح حط المبدا للحرب في الجزئيه بتاعت متى 26 عدد 51، ان في حروب جسديه بعصي وسيوف وأسلحة أرضية بشرية جسدية بأسلحة أرضية، لكن المسيح حط المبدأ أن إحنا أسلحتنا مش أرضية ولا بشرية ولا جسدية، نرد على العصي بعصي ولا على السيوف بسيوف، لكن إحنا لينا معونة إلهية ولينا إله هو اللي بيدافع عنه. والجزئية دي واضحة قوي في المبدأ اللي المسيح حطه في الوقت اللي كانوا جايين يقبضوا على المسيح عشان السلب. ويقول في 51: وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة، لأن جايين يقبضوا على المسيح. وبعدين كلهم جايين بإيه؟ ده جايين في عدد 47 لما يهوذا جه مع الاحدى الاثنى عشر، يقول قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب. فاول ما بطرس لقى الجماعه دول جايين بسيوف وبعصي، اول ما قربوا من المسيح راح هو كمان ايه استلى سيفه وضرب عبد رئيس الكهنه فقطع اذنه. فالمسيح لما لقى ان بطرس بيحارب اللي جايين بسيوف وعصي هو كمان بسيف، أم عايز يفهم بطرس وفهمنا ان احنا حروبنا لا بسيوف ولا بعصي، فيروح قايل له ايه في عدد 52: فقال له يسوع: رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون. اي حاجه هتروح تاخدها بسيف هيجي سيف يهلكك، لان انت بدايتك كانت بالسيف فنهايتك هتكون على سيف. طب امال احنا حروبنا واحد جاي بالسيوف وعصي، انا حرب بايه؟ بص المسيح يقول ايه، وبعدين يقول له كده هون، يقول له: اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من 12 جيشا من الملائكه؟ وهنا المسيح قال له احنا حربنا مش بنخوضها ضد الشر بعصا وسيف زي ما العصا والسيف جاي علينا، لكن احنا بنطلب المعونه السماويه. قال له: ما ممكن 12 جيش من الملائكه يجوا. على فكره الموقف ده بالخبره الكتابيه تحس انه ما يتطلبش ولا 12 جيش ولا بتاع، ده هو جيش سنحريب لما جيش ربشاقي وسنحريب واقفين بيعيروا ويشتموا على الههم، يقول: فارسل الرب ملاك في تلك الليله، مش 12 جيش ولا حاجه، فقتل 185 الف من جيش سنحريب. فما كانتش، وهي الحكايه دي مش طالبه ل 12 جيش ولا حاجة من الملائكة، ده ممكن ملاك واحد يروح يفض الموضوع ده. بس المسيح ليه لم يستدعي جيش من الملائكة أو ما يطلبش جيش من الملائكة؟ ليه؟ لأن هو مش جاي يخلص من الموقف ده، ده هو جاي يدخل فيه، جاي عشان يموت لأجل البشرية الساقطة في الخطيئة فداء عن شرورهم وعن سقطاتهم وعن الموت والهلاك اللي هم فيه. فهو ما المسيح مش عايز يخرج من الموقف ده، هو جاي يطلعنا احنا بموته عشان ياخد زي ما قلنا قبل كده الدينونة اللي المفروض احنا بنستحقها، فهو ياخد الدينونة وناخد البراءة او تيجي. فعشان كده هو راح قال فيقدم ليه اكثر من 12 جيشا من الملائكه، فكيف تكمل ايه بقى الكتب انه كذا ينبغي ان يكون. ده عشان الكتب تتم ان ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث ايه يقوم. فانا جاي عشان الكتب تتم وانا الصلب، عشان الدم اللي السفك ده يكون بيطهر كل خاطئ من كل خطيئة، بيقبل ويقبل عمل المسيح على الصليب. بس طبعا الصليب مش قصتنا النهاردة. فهنا المسيح فصل، راح شافى ودن مالخوس عبد رئيس الكهنة اللي قطعها له بطرس بالسيف، وفي نفس الوقت فاهم بطرس ان الحروب لما تيجي عليك بالسيف انت ما تروحش تحاربها بالسيف، لكن انت كل قصتك انك تصلي. الصلاة والدعاء هو بس مش تدعي على حد، تدعي له هو الوسيلة لانه تيجي معونة سماوية في حروبنا تعيننا ضد العدو القائم علينا. انا بقول ليه الصلاة والدعاء، لان هو حتى فيها بتقول: لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر ان تعلم طلباتكم لدى الله.
وحتى بيحضرني الموقف بتاع الكنيسة لما صارت منها صلاة بلجاجة. بص في كل مرة يحصل صلاة تيجي معونة سماوية. وكان هيرودس لما قتل لما كان بطرس محروس بين أربع أرابع من العسكر، وكانت الكنيسة بتصير منها صلاة بلجاجة لأجل بطرس، يقول إذ ملاك الرب أضاء في البيت. فلما الكنيسة صلت المعونة السماوية إيه؟ جات من قبل الرب. ودايما الله بيحدد المعونة السماوية بحسب الموقف. ضرب جنب بطرس وقال له طمنتك والبس نعليك، فسقط من يديه السلسلتين والمحرس الاول والمحرس الثاني، والباب الحديد العمومي اتفتح له من ذاته، وكان في خلاص ليه بفعل الحضور الالهي اللي تم بفعل الصلاه. يجي في موقف تاني مثلا يبعت ملاكه لدانيال فيرد دانيال على الملك من جب الاسود ويقول له عش الى الابد ايها الملك، الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. يجي في موقف تاني مثلا ممكن ما يبعتش ملاكي، هو يجي هو بنفسه، يعني في الحته بتاعت اتوني النار دي، يقول حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا فاجاب وقال لمشيريه الم نلقي ثلاثه رجال مثقين في النار؟ فاجاب وقال الملك صحيح ايها الملك. فاجاب الملك وقال لهم ايه؟ وقال انا ناظر اربعه رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الاله. فيجي في اتون النار يحدد معونه بكيفيه معينه، يجي في جب الاسود يحدد معونه بكيفيه معينه، يجي مثلا في سجن بطرس وعشان يخلصوا من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود ويحدد المعونه بكيفيه معينه. هي القصه. وعلى فكره حتى الفتيه الثلاثه ودانيال كانت مشكلتهم برضو بسبب الصلاه، لان في الوقت اللي كان ما حدش يصلي غير للتمثال بتاع الملك، دانيال كان يصلي كعادته وكوا مفتوحه. فالصلاه هي الوسيله عشان تيجي معونه الهيه على حياتنا ضد كل حرب قائمه علينا. فاحنا ايا تكن الحروب اللي بتيجي ضدنا بالسيوف او بعز، احنا بنيجي ضدها بصلاه وبطلب المعونه السماويه. وفي كل مره الكنيسه بتصلي المعونه السماويه بتيجي بالكيفيه اللي الله بيشوفها، وفي نفس الوقت على المؤمنين ان هم يعرفوا ان عليهم ان يخوضوا حروبهم بالصلاه باستدعاء الحضور الالهي، بان الرب يجي ويحضر زي ما يقول كده مثلا في الايه دي ان ملاك الرب حال حول خائفيه لينجيهم. فيجي كده ايه الصلاه بتبقى زي السكنه في الستر العلي، يقول استجم في ستر العلي وفي ظل القدير يبيت، وبعد كده يقول يسكت عن يمينك الف وعن شمالك رباط واليك لا اقرب لا تدنو ضربه من خيمتك. ليه؟ قال اصل انا ساكن في ستر العلي، انا حمايتي الهي اللي انا بحتمي بيه، وهو يبعت المعونه الالهيه. بس انا عايز اقول انه في نوعين من الاسلحه، في أسلحة أرضية جسدية بشرية اللي هي سيوف وعصي دي، وأيا تكن بعد كده امتدت وبقت حديثة الآن وشكل، لكن في أسلحة روحية. يجي مثلا في أفسس 6، فإحنا كمؤمنين سلاحنا في حروبنا هي أسلحة روحية مش أسلحة بشرية. يعني مثلا في أفسس 6 يروح رايح قايل إيه؟ يقول كده هو في أفسس 6 يقول الكلام ده، وهو مهم جدا وعلينا ان احنا نتعلمه. بيقول ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، انا قلت الكلام ده في حلقه قبل كده ايه بس اروح لها، بل مع الرؤساء مع السلاطين مع علاه العالم على ظلمة هذا الده مع اجناد الشر الروحيه في السماوات. فانا حرب مش مع الناس اللي هم الدم واللحم، لكن مع ابليس المتسلط عليهم. وقلنا قبل كده ان المسيح كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم ابليس. فالمسيح هدفه والمفروض يكون هدفنا زي المسيح ان اللي جاي حامل عصا وسيف ده واحد فيه ارواح شريره، فانت كل اللي عليك انك مش تحارب ضده بعصا وسيف، لكنك تحارب عنه عشان يتحرر من التسلط الابليسي، وده اللي المسيح كان بيعمله. وبعدين طب اسلحتنا ايه؟ البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير. ايه هو سلاح الله الكامل دوت؟ قال كده هو فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق، يعني البس منطقه الحق، ولابسين درع البر، وحازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، وبعدين يقول ايه؟ حاملين فوق الكل ترس الايمان، وبعدين وخذوا خوذه الخلاص وسيف الروح. فبص قال انت حربك مش ضد الناس اللي ماسكه سيوف وعصي،
لكن انك تصلي عشان الرتب الشيطانيه سواء كانت رؤساء سلاطين ولات العالم على ظلمة هذا الدهر او اجناد الشر الروحيه في السماوات، انه صليت عليهم تخرج منهم فيتحولوا من الصوره الشيطانيه للصوره الالهيه. طب دي نمره واحد. نمره اثنين، وسلاحي ايه اللي هو الله الكامل؟ لو اختصرتهم هتلاقي سلاحك ان هو قال كده، هو الحق، البر، الانجيل، الايمان، الخلاص، الروح. لما قال منطقة الحق، درع البر، انجيل السلام، ترس الايمان، خوذة الخلاص، سيف الروح، هي دي اسلحة اللي انا بحارب بيها. بحارب بالصلاة، بحارب بالروح، في خوذة الخلاص، الخلاص، الانجيل السلام، درع البر، الحق، هي دي اسلحتي في حربي. او لو انت بتعمل ده تبقى انت شخص الهي. لكن لو انت بتحارب باي طريقه غير دي طريقه لا الهيه. ففي طريقه الهيه وفي طريقه لا الهيه في الحرب. الطريقه الالهيه في الحرب انت معونك فيها بتبقى الرب، معونتك فيها بتبقى الرب والمعونه السماويه. هو بقى يرسل ملاك وانت تصلي وخلاص وتحط الامور قدام ربنا. دي جزئيه مهمه قوي، حرب روحيه مش ضد الدم واللحم اللي هم البني ادمين، لكن دي حرب ضد العدو الحقيقي المتسلط على الناس اللي هو الارواح الشريره. طب ممكن تقول لنا مثال عن الاسلحه السماويه وعن الاسلحه السماويه والاسلحه الارضيه؟ مين ده؟ في كتير، بس هو انا عايز اقول لك ان كل اللي كانوا بيخوضوا حروب بالمعونه السماويه كان عندهم بصيره. الرب فتحها لهم وهو بيقدر اول ما يشوف كده الحرب اللي جايه عليه يقول دي ارضيه. وبعدين يبص للمعونه السماويه كده ويقول دي المعونه السماويه. وعلى فكره عايز المؤمنين كلهم يكون عندهم بيستنيروا او بيحصل لهم بصيره روحيه فيبصروا اللي لهم عند الرب. مش بس الانبياء اللي اتكلمنا عنهم دول اللي خاضوا حروبهم بالمعونه الالهيه، لكن احنا كمان الحلقه دي الهدف منها اعرف اللي ليه عند الرب. يعني مثلا إليشع مثلا في الحته بتاعت صموئيل، مثلا بتاعت ملوك الثاني كام سته مثلا، إليشع كان جاي الراجل وحصل ان ملك ارام جه ويقول كده، هو بالليل يعني لما جه يقول ارسل الى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا. ده ملك ارام عشان رايح يؤذي إليشع النبي. فتفتكر لما ان هو خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا بتاع ملك ارام، دي اسلحه سماويه ولا اسلحه ارضيه؟ طبعا اسلحه ارضيه. اسلحه ارضيه. يقول وجاءوا ليلا واحاطوا بالمدينه. فالراجل جهزي خادم رجل الله قام وخرج وبكر، وبعدين يقول ايه؟ واذا جيش محيط بالمدينه وخيله مركبات. فجرى على إليشع قال له ده احنا في ورطه، ده لو انت واقفين هنا لوحدنا وجيش خيلا ومركبات ايه جيشا ثقيلا احاطوا بالمدينه، جيش محيط بالمدينه وخيل ومركبات. فراح إليشع بص كده على الجيش ده، ودي البصيره بقى بتاع ملك ارام، وقال طب ده جيش ارضي، نشوف احنا اللي لينا ايه عند الرب. وبص كده قال يا ده احنا الحمد لله المعونه الالهيه اعظم بكتير من العدو اللي جاي. فبعدين راح قايل له ايه؟ بيقول له جهزي كيف نعمل يا سيدي؟ فقال له إليشع لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. فجهزي قال له مين اللي معنا؟ ده انا واقف انا وانت بطولنا. أما قال له يبقى أنت تقريبا لسه ما تعلمتش الدرس اللي احنا النهارده عايزين نتعلمه. ايه هو؟ إن احنا لينا معونة سماوية، لينا معونة إلهية عند الرب، وهو بيعيننا بيها في حروبنا. أمين. يجي في حتة تانية يقول لهم في هذه ليس عليكم أن تحاربوا فقط، قفوا اثبتوا انظروا خلاص الرب. شفت ازاي؟ فدي بتستهتم أصلي وبس، وهو الرب ينصرني بكيفية وبكات. زمان تدعي الست الكبيرة للراجل تقول له ابنها ولا حاجة ربنا ينصرك على من يعاديك، ربنا ينصرك، دي دعوة مسيحية. لأن فعلا ربنا هو اللي بيجي بالنصرة بس مش بإيدي، لكن هو بالكيفية التي يراها. لأن أنا مش شغلانتي أرد على الشر بشر، لكن إن جاء عدوك اطعمه وإن عطش فاسقيه ماء. فيجي يروح قال ايه؟ وصلى إليشع وقال يا رب افتح عينيه الغلام ده جه حزينه، ف
فيبصر. عارف اول ما ابصر والرب يدينا بصيره في اسم يسوع، افتح عينين شعبك فيبصروا المعونه السماويه اللي ليهم. لما يصلوا الرب هيبعت انهم معونه سماويه في حروبهم ليهم عشان نصرتهم. يقول ففتح الرب عيني الغلام فابصر واذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول اليشع، ولقى ان الكلام ده كله يروح فيه ايه؟ جيش زي جيش ارام. وعلى فكرة فعلا السلطان كمان يبقى في ايد المؤمن، لانه راح قايل للرب اضرب الجماعة دول بالعمى في عينيه، وبعدين راح جايبهم تحت كده قال لهم تعالوا انتوا بتدوروا على مين؟ تعالوا انا اوريكم سكته. وراح واخد الجيش ده كله حطه جوه السامرة، خده كله. فاول ما رئيس الجيش بتاع اليشع بقى جاي، اول ما شافهم وقعوا في ايديهم، قام يجي بقى ايه رئيس الجيش راح قايل ايه؟ فقال الملك لاليشع لما رآهم هل أضرب يا أبي؟ فهنا الملك بتاع إسرائيل بيقول لي ليش أتحرك؟ هل أضرب بالسيف وبالقوس؟ الجماعة دول عشان وقعوا في إيدينا، يبقى هنا ملك إسرائيل كان جاي يحارب بالسيف وبالقوس ضد الجماعة بتاع أرام دول. حرب روحية بمعونة إلهية ولا حرب بشرية أرضية جسدية؟ طبعا حرب بشرية أرضية جسدية. عارف بقى راح إليشع قال له لا، احنا مش شغلانتنا كده، احنا مش الرب نصرنا بالمعونة الإلهية، ما ينفعش ان احنا نتدخل التدخل ده. قال له انا نبي وربنا بيعيني، والنبي ما يقتلش حد او بتاع، ربنا نصرني، اما انا اجي بعد كده؟ عشان كده يقول له ايه؟ فقال ملك اسرائيل ليش على ما راهم هل اضرب يا ابي؟ فقال لا تضرب، تضرب الذين سبيتهم بسيفك وبقوسك. وما نعمل معاهم ايه؟ قال له ضع خبزا وماء امامهم فياكلوا واشربوا. بص اللي يكون شبعان بالرب وبمعونه الرب مش يجري على القتل وسفك الدم، ده شبعه بربنا وبمعونه ربنا يخليه يطعم عدوه ان جاع ويسقيه ان عطش ويشربوا، ثم ينطلقوا الى سيدهم فاولم لهم وليمه عظيمه فاكلوا وشربوا، ثم اطلقهم فانطلقوا الى سيدهم، ولم تعد ايضا جيوش ارام تدخل الى ارض اسرائيل. جه سلام بعد كده لزمن طويل جدا وما بقاش في حرب، لان كانت معون. عارف لكن لو في سيف قصاد سيف عمر النار ما تطفي النار ابدا، وعمر البغضه ما تطفي البغضه. لكن لما بنقول ان اسلحتنا بالبر وبالانجيل وبالايمان وبالخلاص، ده لانه انا بقول ان قصاد النار دي لازم تقدم البر، ده هو ده اللي يطفي وهو ده اللي ليه السلطان. ودايما في كل مره في سلاح ارض جه ضد شعب الرب، وشعب الرب معاه المعونة الإلهية، أنا بقول لك إن دايما المعونة الإلهية أعلى لنصرة شعب الرب. فأنت تعلق بالرب، هو قال كده لأنه تعلق بي ونجيه وأرفعه، أرفعه خالص لأنه عرف اسمه. في كل الكلام ده اسم الرب برج حصين، قال يركض إليه الصديق يعني يجري إليه مسرعا ويتمنع يعني يجد نفسه الحفظ والحماية في اسم الرب. فانت معونتك في الحرب هي الصلاة عشان المعونة السماوية تيجي والرب يسمع، وبعدين كمان معونتك سلطان اسم يسوع. قال لهم اعطيتكم سلطان ان تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. الحياة والعقارب وكل قوات العدو دي كناية للشياطين والمملكة الظلمة والرتب الشيطانية اللي قرينا عنها في افسس 6. ويجي في اخر انجيل مرقس، انا عارف ان اخراج الشياطين ليها ابعاد كتيرة، لكن احد معانيها واحد تفسيراتها انه لما اقول لهم ويخرجون شياطين باسمي، يعني تقول باسم يسوع في حربك الرب يكسر الشيطان، فهي في الصلاة وفي اعلان اسم يسوع. على فكرة انا عرفت المعونة السماوية اللي لينا بامانة مرة من زمن، يعني كان من سنين طويلة من حوالي 25 سنة، كان في واحدة ست قالت ده انا في وقت شيطان متجوزني وخارب بيتي ومفيش حد زوج نافع يقعد معايا، وبعدين رحنا نصلي فلقيت صوتها اتقلب لراجل كده وقال انا مش هخرج وبتاع، وقلت له خلاص واحنا عايزين نقعد ايه نصلي ونرنم ما تخرجش الشيطان اللي عليها. لما لقيته جاي بصوت راجل كده وصوتها اتقلب، فقعدنا نرنم ترنيم الدم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع في الملايين، دم بيشفي جروح وانين، دم بتشهد عنه سنين، وقعدنا نرنم عن دم يسوع. اليوم ده اللي حصل مع الشيطان ده
فتح عين ان احنا فعلا لينا معونه سماويه. وقعدت ادور في الشواهد دي، الملاك اللي الرب بعته في جب الاسود، والرابع شبيه بابن الالهه، والملاك ضرب جنب بطرس واضاء في البيت وسقط السلسلتان من يديه. وابتديت اشوف بعيني في المواضع الكتابيه كل مره كان في صلاه وكان في معونه الهيه بتيجي. ام لما احنا قعدنا نرنم الرب بيحضر، لقيت لك الشيطان ده قاعد يصرخ اخرج. قلت له اخرج. راح قال لي لا، انا قلت له عايز تخرج ليه؟ ما انت كنت بتقول مش هخرج. قال لي الاوضه اتملت بالملائكه بسلاسل من نار بتكربجني، انا مش مستحمل اقعد هنا، اخرج. قلت له طب اخرج. قال لي مش نافع اخرج، ده انا معايا عقد معاها ولا معرفش كاتشال معرفش. الناس دي بتروح لناس تحطهم في بلا بلاوي بلايا معرفش. لقيت نفسي قلت للولا هات جردل ده كده جه، قلت له استفرغ العقد هنا اللي انت بتقول بينك وبين عقد. قعد تستفرغ، معرفش الامانه جابته منين، ولا اعرف صوت الراجل ده طلع منين، ولا شفت الملائكه دي اللي جت تكربج الشيطان ده. قعد تستفرغ حاجه زي زلال البيض بورق كده عليه زي ورق جرانين اسود، واللي كانوا معايا في الموقف ده سامعين وشاهدين قدام الرب. المهم قال خلاص ما بقاش في بيني وبينه عود بعد ما استفرغت، فاسم يسوع اخرج. راح خرج. لقيت الست رجعت لحالتها الطبيعيه. ومن يومها انا قعدت ادور في الكتاب عن الاوقات اللي لما تصلي الرب يرسل معونه السماويه ضد الشيطان. احنا عايشين في عالم مكتوب عنه العالم وضع في الشرير. اي انسان بيعيش حواليك يا في روح شرير يا في روح ربنا، الروح القدس، روح الله القدوس، الله روح. والساجدون لله بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. فاما ان في ناس فيها روح الله وساجدون له بالحق وبالروح وبالحق يسجدون، او انه يكون في ناس حواليك مليانه ارواح بقى. خد من نصب القتل لما انت شايف الناس اللي عليها شياطين، الشياطين عامله لها ايه. خلاص. فانا الموقف ده بس بيني يعني ايه تصلي وتشوف معونه سماويه. وفي كل مره كان في يعني هقول لك على حاجه، مثلا جلياد جاي لابس متاريس ودروع وبعدين وطوله ستة أذرع وشبره على راسه خوذة نحاس، ولابس درعا حرشوفيا وغرموقة نحاس على رجليه ومزارق نحاس بين كتفيه، ورمح كانون النساجين ومش عارف سنان رمح 600 شاخر حديد، وكان ليه كمان حامل الترس ده يمشي قدامه عشان ما يجيش سهام فيه هو يصد عنه. بس تفتكر أسلحة جلياد دي اللي كان نازل لداود دي أسلحة أرضية ولا أسلحة سماوية؟ بتاعت جلياد دي اللي لابسه جلياد ده سلاح أرضي ولا سماوي؟ طبعا سلاح أرضي. باشا سلاح أرضي. عارف داود بيبص كده قال آه ده سلاح أرضي الحمد لله. ده وبيكتب عن الموقف ده في المزمور يقول إن صرت في وادي ظل الموت، لأن معاه عصاية وخمس حجارة ملس والمقلاع، فده هيعملوا ايه قصادي الاسلحه دي كلها. لكن داود كان عارف ان هو رايح قدام اسلحه ارضيه زي دي بالمعونه الالهيه. فكل اللي انتصر والرب عنهم مش راح يحارب ويقعد يوزن في حربه هو معاه انه سلاح ضد انه سلاح، لا كان سلاحه ربنا والصلاه والمعونه الالهيه. عشان كده يروح ايه قايل له انت تاتي الي داود بقى بسيف وبترس وبرمح، اما انا فاتي اليك باسم رب الجنود اله الصفوف الذين عيرتهم، يحبسك الرب اليوم في يدي. باسم رب الجنود اه ده اللي احنا قلنا اللي هو بعد كده تدعين اسمه يسوع لانه يخلص الشعب من خطاياهم. عن عمانويل الذي تفسيره الله معنا اللي احنا دلوقتي نقول في اسم يسوع. خلاص كليه السلطان لان يسوع نور. قال انا هو النور، من يتبعني فلا يمشي في الظلم، انا هو نور العالم. فانت لما الظلمه يقعد فيها الارواح الشريره والشياطين، لما تعلن اسم يسوع النور ينور، مفيش شيطان ينفع يقعد. نعم. وكل قصتنا ان الشياطين تخرج من الناس. لو الارواح الشريره اللي ساكنه ناس خرجت منهم هتلاقيهم اتحولوا من الصوره الشيطانيه دي للصوره الالهيه اللي الله كان خالقهم عليها قبل كده، لما قال في سفر التكوين نخلق الانسان على صورتنا كشبهه. الانسان مخلوق على صوره الله ومثاله. فاذا كنت انا مخلوق على صوره الله ومثاله وتسلط عليها ارواح شريره فانا دلوقتي بيخرج مني شر، لو الارواح الشريره دي خرجت هرجع للصوره الالهيه اللي الله خلقني عليها، وده ما ينفعش غير بحرب روحيه من ناس فاهمه يعني ايه يقول في اسم يسوع بسلطان. دي جزئيه مهمه. وفعلا وبعدين على فكره هو ايه انت يا عم داود انت ايدك دي قد ايه عشان تقول لواحد زي جلياد ده اليوم احبسك الرب في يدي؟
انا بتكلمش عن ايد انا بتكلم عن ايد الرب اللي ليا، الرب اللي انا محتمي فيه، اللي الرب اللي انا جايب سلطان اسمه. وفعلا في اخر القصه دي داود وجلياد تلاقي فعلا الرب الذي لداود نصره على جلياد بكل ده. ليه؟ لان هنا مثل للسلاح الارضي جاي البشري والسلاح الالهي جاي والسلطان الالهي، لازم الله اللي يغلب. فانت خلي حمايتك في الرب وفي سلطان اسم يسوع، وخلي حمايتك في الكيفيه اللي الله يرتبها من قبل، وباجناد سماويه بمركبات ناريه يرسل للملاك حضرته يجي لك الرابع شبيه بابن الالهه. المهم ان انت في حربك ما تروحش لوحدك، تروح والرب رايح معاك. ما مره جاي جدعون وبعد ما جاب كام وثلاثين الف الرب قال له صفي 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 على جماعه صغيرين خالص. فقال له يا رب ايه ده؟ ده ما ينفعوش حاجه خالص، دول ده الجماعه المديانيين دول يعني ليس لهم ولا لعددهم، ليس لهم ولا لجمالهم عدد من الكثره. اما الرب قال له لكي لا يقول بنو يعقوب يدي خلصتني، اصل الخلاص مش منهم ولا من الكيفيه بتاعتكم، ده الخلاص مني انا. اعمل شويه جرار فارغه فيها شويه مصابيح كده واحدفوها من فوق الجامع عند الجماعه دول، هتلاقي باقل القليل ده انا جيت بالمعونه وجبت لك النصر. وده حصل فعلا باقل القليل، لان لا بالعدد ولا بالسلاح ولا بالكلام ده كله، ده ان الرب يجي ويقف في صفك ويعينك ويرسل لك الكيفيه السماويه لمعونتك. عارف بولس الرسول قال كده هون في الحته بتاعت كورنثوس الثانية عشرة، يروح يقول عن حربنا، يقول إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية لا بعز ولا بسيوف بل قادرة بالله. أنا حمايتي في ربنا والمعونة اللي هي اللي بيبعتها لي على هدم حصون. يقول ويروح رايح لثلاث أبعاد، يقول هادمين ظنونا وكل عليه وارتفع ضد معرفة الله ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح على كل الأبعاد. فحربك حربك ليست جسدية، ما بتحاربش بالجسد ولا بتحارب بعصي ولا بالسيوف زي ما المسيح قال. ولما حصلت غلطة من بطرس ده كانت يمكن مقصودة عشان رب يقول له طب ما احنا لينا ملائكة، بس انا جاي تمم من خلاص الملائكة دي تبقى ليك انت في وقت تاني، لكن انا مش هستدعي الملائكة دلوقتي تيجي تحارب حروبنا. بس جت السيرة كده وراح شافى ودن عدو المسيح. المسيح عمره ما رفع سيف على حد ولا قتل حد. المسيح قال له رد سيفك الى الغمد يا بطرس. فهنا طب اقول لك على حاجة، موسى بص كده لما جم يخرجوا في خروج 14، راح ده كمان في حته قبل موسى الحرب اللي كان رايحها داود، لا شاول هو وافق، لان داود كان حل عليه روح الرب من ذلك اليوم فصعدا امام اخواته فكان عليه مسحه الهيه. وفعلا يعني الملك شاول وافق وكان رئيس جيش في الوقت ده ان داود ينزل لجلياد، بس شاول قال بس داود ده اللي نازل معاه ايه؟ فقال له بص يا ابني تعالى احنا موافقين انك انت اللي تنزل، لان كل خايف ينزل لجلياد. بس قال له ايه؟ قال له بس البس ويقول البس شاول داود ثيابه، قال له بس خد ايه؟ لبس الحرب بتاعي ده انا الملك شاول والبسه انزل بيه حتى تحتمي في اي حاجه. وجعل خوذه من النحاس على راسه والبسه درعا، يقول فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه وعزم ان يمشي لانه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول لا اقدر ان امشي بهذا، جاي يقوم بالخوذه والدرع والبتاع دي. قال له انت عم شاول ملبسني ايه؟ انا حمايتي مش في الحاجات دي. بس هنا شاول اسالك، كان بيفكر ان تكون حمايه داود واسلحته ضد اسلحه جليات الارضيه، ان حمايه داود واسلحته هنا تبقى الرب وبالله قادرة على هدم حصون، ولا تكون أسلحة بيقلدوا بسيف وخوذة ودرعا ده بيلبسوا أسلحة سماوية ولا أرضية؟ شاول بيلبس داود طبعا أسلحة أرضية وشاول قال له وداود قال له ما ينفعش أنا مش رايح بده وخلعها عنه قال له أنا رايح بالرب وحمايتي بيه هو وده أعظم، لكن أنا ما أروحش ألبس سلاح أرضي أروح أحارب بيه سلاح أرضي. ليس على المسيحيين ولا على المؤمنين إن هم يحاربوا ضد الناس، صلي لأجلهم.
وعلى فكرة أنا قلت قبل كده إن يمكن بلدنا فيها سلام أكتر من أي دول عربية تانية لأن فيها صلاة، وأنا عايز أشجع إن كل فرص الصلاة اللي شغالة تزيد، ياما فرص صلاة اشتغلت في البيوت وفي كنايس، وكان في فرص صلاة للصبح يعني كان في صلاة. بص بقى مثلا الموقف بتاع مثلا خروج 14 ده وفرعون بأسلحته الأرضية وموسى بإلهه وبعلو إلهه. فرعون لما قال لهم خلاص اخرجوا جن جنون وقال احنا عملنا ايه، ده كانوا عبيد ببلاش نخرجهم، فعمل ايه يقول كده هو، فشد مركبته واخذ قومه معه فرعون، قال انا هروح احصل الجماعة دول وارجعهم يشتغلوا عبيد تاني شعب الرب، لكن خلاص كان الرب قصد الناس دي تتحرر من العبودية. فدلوقتي فرعون ودلوقتي الشعب معاه الرب، وفرعون ابتدى يجهز افضل ما عنده بس من اسلحة ارضية، وكان عند موسى مش افضل ما عند الرب ولا حاجة، لكنه يعني المعونة الالهية قد تكون كمان باقل الالية، لان عصايا عصايا سحابة ملاك دول اسلحة موسى. انا الامثلة دي كلها بقولها لك عشان تعرف اللي ليك عند الرب في الواقع الروحي الموجود الغير منظور، عيش وانت شايفه وحط ايدك على راسك وقول افتح عيناي يا رب لكي ابصر، فتبصر اللي ليك عند الرب زي ما جحزي ابصر ما له عند الرب. ما ينفعش تعيش وانت مش عارف اللي ليك عند الرب، كل ما هتصلي الرب هيرسل ملاك حضرته، كل ما هتصلي الرب هيسد عنك افواه الاسود، كل ما هتصلي الرب هيطفئ عنك قوة النار، كل ما هتصلي الرب هيجي يفتح لك ببنز. وعلى فكرة مش كل مرة ممكن تشوف ملاك او تشوف جسد او مركبات نارية او اجناد سماوية، لكن ممكن تشوف نتيجة الحضور الالهي. ازاي يعني مثلا ايه، وكان نحو نصف الليل ان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله، كان حافظ السجن اخذ وصيه وربط ارجلهما في المقطره ووضعهما في السجن الداخلي. فبعدين يجي الكتاب يقول ايه، ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله في سجن فيليبي، وبعدين يروح قايل ايه، والمسجونون يسمعونهما. ما شافوش ملاك لكن شافوا نتيجه الصلاه ونتيجه الحضور الالهي، فيقول فحدث بغته زلزله عظيمه حتى تزعزعت اساسات السجن فانفكت قيود الجميع. شوف ازاي. وزي ما الجماعه بتوع 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 إليشع دول اطعموهم خبز وشربوهم ماء واطلقوهم الى سيدهم، برضو لما استل حافظ السجن سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظنا ان المسجونين قد هربوا، راح جبت بولس على طول جري قال له لا تفعل نفسك بشيء رضيا، لان كان في الوقت ده عند الرومان لما المسجون يهرب منك تسجن بدال او تتعدم بدال، فراح قال له لا تفعل نفسك شيء رضيا لان جميعنا هنا. وفعلا راح اختم بقى في دقيقه واحده بفرعون وبموسى لان الجزئيه دي مهمه جدا. راح جاي يقول عن فرعون ايه، يقول كده هون وشد يقول كده هون ايه، انه اخذ 600 مركبه منتخبه وسائر مركبات الفراعنه وجنودا مركبيه على جميعها. طب ده الارضي بتاع فرعون، طب السماوي، راح الرب يقول كده هو، فقال الرب لموسى ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشكه. وبعدين موسى والشعب كانوا تقال لان معاهم اطفال ونساء وكده، لكن ده جايب فقرب يحصلهم، لما قرب يحصلهم ملاك الرب اللي هو السائر امامهم راح جاي خلفهم عشان يصد عنهم مين، فرعون، وما يحصلهمش، والسحابة والرب بالمعونة السماوية يرسل ايه، يروح جاي يشق البحر امامهم ويعدوا. يقول فاتمجد بفرعون وكل جيشه وبمركباته وفرسانه. وبعدين يقول ايه، فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر بنو يعقوب وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من امامهم، يقول ووقف وراءهم. وبعدين في الاخر خالص يعدي الشعب في البحر كما في اليابسة، ولما الفراعنه يجوا يعدوا تقفل عليهم الميه اللي يقول عنه في سفر العبرانيين الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. ليه؟ قال لان ده كان رايح بفرعون وباسلحه ارضيه، لكن دول كان سلاحهم الرب. سلاحك الرب، تقول امين في اسم يسوع. امين. اشكرك يا استاذ زكي، اشكرك عزيزي المشاهد على حسن المتابعه، نلقاك في حلقات قادمه، الى اللقاء. سلام الرب يسوع المسيح يكون معاك. امين في اسم يسوع.